عريس البلد مع ديانا رزق ونيكولا معوض. اهلا فيكم بحديث البلد. ديانا اهلا وسهلا. نيكولا اشتقنا لك. انا كمان كثير اشتقنا لك. عن جد اشتقنا لك. وانا كمان يا ريت تيجي اوقات صديق البرنامج اذا حدا بده يرتاح شوي. اذا ما عندك شيء يعني. يجي يقعد حده بقلبي. وهيك لدقون لدقون مع بعض بتقعد حده بس ما يقوم يظهرك مثل ما ظهرك بدانسينج وذ ستارز. او ليك او لا ما خليني هون. انا بنسحب له. ديانا رزق انت اعلامية لبنانية معروفة من اكثر من 10 سنين ببرامجك المنوعة على محطة اوربت واللي استضفت فيها اهم الشخصيات الفنية والاجتماعية. نيكولا معوض انت مخرج مقدم برامج وممثل لبناني معروف من 7 سنين برزت خلالها بادوارك المركبة والمنوعة وبرأسك وشخصيتك العفوية بالبرنامج الرائع دانسينج وذ ستارز. وانتو ضيوفنا الليله بعد ما تألقتوا سوا الاحد الماضي بحفل ميوركس دور 2013 اللي انعرض مباشره على شاشه الام تي في. ديانا بتقولي انك عرفتي من حوالي شهرين انك رح تقدمي هالسهره بس كتمتي على هالموضوع وصراحه قلتي انه بعد ما اجاكي هالعرض اكتشفتي انه الانسان ما له الا اهله. صحيح. بتلاقي انه اصدقائك كل العالم حتى بيكون عندك عدوكار بتلاقي كل العالم مثلا ما بتخيل لك انه في عالم كثير يمكن بتحبك او في عالم بتردك الخير او في عالم بدها انك تكوني مثلا بالصفوف الاماميه والى اخره بس لا ما بتلاقي غير اهلك اللي بيكونوا مبسوطين لك واهلك الوحيدين اللي عم بزقفوا لي. على كل منى انا من الاشخاص اللي كثير بحب اقاويل هتلر وهو يمكن من مدرسه نيتشه شوي وانا كثير بقري لهم يعني لهتلر ونيتشه ودائما باحدى اقاويله بيقول انك كل ما طعنت من الخلف فاعلم انك في المقدمه. ان شاء الله دائما بتوصلي للي بدك اياه على كل حال. ان شاء الله ما تطعني بالمؤخره ولا بالمقدمه. لا ما بحب هيك. اخر همي حكي الناس شو ما بيقولوا الناس قلبي وكلمه بصولوا بعرف حسد وغيري بلا احساس اخر همي حكي الناس شو ما بيقولوا الناس. يعني انت لو بتعرف ماريوكا قديش عم بتقضي من الحسد ما بتصدقي يعني ماريوكا شو الوضع؟ على شو اكثر شيء بيحسدوك؟ جيراني منك ماريوكا على شو عم بيحسدوك يا الناس؟ على صدر الرحب. نيكولا معوض قبل الميوركس قدمت برنامج روتانا كافي وفقرت بالارقام ضمن نشره الاخبار اخبار الام تي في اكيد وكانت حابب ترجع تطلع على الناس بحدث كبير مثل هالسهره ونحن بدنا نقول لك الف مبروك لانك مش بس قدمت السهره لانك كمان حزت على ميوركس بهالسهره ميوركس افضل ممثل مساند عن دورك بمسلسل روبي. روبي ميرسي الف الف مبروك. ثانك يو ميرسي. عن جد بتستاهل لانه يعني شهادتي مجروحه بس بقول انه نيكولا اليوم فنان شامل مقدم ناجح راقص ناجح يعني من كل النواحي واهم شيء قريب على القلب يعني نحن قلنا بقلب قبل بحلقه انه نيكولا شكله ممثل عالمي شكل وجهه ممثل عالمي عن جد ميرسي كثير انا على فكره لما يعني هذيك من اول مره كنت معكم ثاني مره هي لما كنا ثلاثتنا بالحلقه صحيح. لما رجعت حضرت كنت هون عم حس بس لما حضرت شفت عن جد قد ايه اثنيناتكم في عندكم هيك محبه لالي عن جد كثير بقدرها بعتقد نحن وكل المشاهدين عن جد ثانك يو نحن وكل المشاهدين عنده ستيل توم كروز على فوقه اكثر وعنده ستيل شو اسمه اكثر من كروز كروز وعلبتين بيطلعوا كروزين
معلينا نيكولا، اي خبر فرحك اكثر، تقديم السهره او الجائزه اللي بالسهره؟ يعني هاي عين وهي عين. لا عن جد دائما انه كل غنياتي بحبهم. لا انه اثنين عن جد اثنيناتهم كثير حلوين، لانه حدا انا بالنسبه لي كنت كثير حابب انه اقدم ايفنمون هالقد كبير، فلما عرفت انه رح اقدم الميلاكس كنت كثير مبسوط بهذا الشيء. هلا الجائزه ما كنت كثير متوقعه وما كنت حتى كثير محمس او حاطط هوبس عليها. كنت كثير هيك ناسي فكره اني نومينيه، لانه بدي مثل ما حال انبسط بفكره انه عم اقدم الميلاكس. فلما ربحت حسيت انه يفنى عن جد شيء كثير حلو. بقى اثنيناتهم هيك كيف اجوا مع بعضهم بنفس الليله، بالنسبه لي هذا الشيء كان كثير حلو. يعني هو الكومبينيشن هي اللي حلوه كثير، مشان هيك نحن جايبين لك رساله من سيلفي بارتان شخصيا. نيكولا ايوه نيكولا ماريو. إذا ماريو بدها تغني له أغنية سيلفي بارتان. طيب إذا ماريو بدها تغني له أغنية سيلفي بارتان، كيف بتغني له إياها هيك على طريقتها؟ مش نيكولا، لا نيكولا. ماريو لا عن جد غني له إياها ماريوكا. نيكولا نيكولا ما نيكولا مثل ما قلنا يمكن هيدي اول مره مؤدب الحفل بيكون من المكرمين كمان، مشان هيك خلينا نشوف سوا كيف استلمت جايزتك بهالبلاير، بس حتى نقدر نشوفها بدك اكيد بلاير باسم. طلته الحلوه وادائه المقنع لعبوا دور مهم بحسم النتيجة. هو مش بس بيعرف يقدم، بيرقص كمان وبيعرف يمثل كتير منيح. أفضل ممثل لبناني مساند عن دور روبي نيكولا معوض. بونسوار مرة ثانية. سنة 2012 كانت سنة كثير صعبة لإلي على صعيد الشخصي، لأنه فيها خسرت أمي، فبدي أهدي هذا الميراكس لأمي وبيي، لكن بتمنى يكونوا موجودين حد اليوم من كل قلبي. بدي أشكر الله على وجوده بحياتي بالأوقات الصعبة وبالأوقات الحلوة. بدي أشكر كل إنسان اشتغلت معه من 2003 لهلأ، كل الناس تحملوني ب 2012 بروبي بزيرو فور وبتحليق النسور لأنه كنت عم بقطع بهالوقت الصعب. بدي اقول مرسي للاخوين حلو على هالايفنمون الرائع يلي عم بوصل صوره لبنان الحقيقيه. مرسي كثير كبيره لكل حدا صوت لي ولكل حدا واقف حدي. واليوم فرحتي دوب لاني مش بس عم باخذ الجائزه اللي بتعني لي كثير، بس كمان لاني واقف هون عم طلع بشاشه الام تي في. فبدي اقول مرسي كثير كبير لانسان كثير بحبه كشخص وكثير بحترمه كسي او مسيو ميشيل مور. مرسي. الف مبروك لك نيكولا معوض على الجائزه. أنا اشتقت لك شوي بهاللحظات. ديان أرزق، أنت من مواليد 1981 زغطورة على كل حال بيروت، والأصل من باب مارع البقاع الغربي، وحصل على ماجستير بالإعلام. بعد التخرج مباشرة دخلت قناة أوربيت وقدمت فيها عدد كبير من البرامج المنوعة، كان آخرها إنسايد لوك الحواري الاجتماعي. ديانا بهالبرنامج استضفت العديد من الشخصيات، منها الإعلامي جورج إرداحي واللي توقف البرنامج شهرين بعد حلقته. بوقت حكى انه البرنامج توقف بسبب ارائه السياسيه وخاصه فيما خص الازمه السوريه، بينما المحطه قالت انه لا كان في برنامج ثاني جاهز للعرض بوقتها. صحيح، هي حلقه فعلا عملت يعني سجال بالاعلام العربي كله سوا، اللبناني والعربي يعني الاثنين سوا. وقت انعرضت انبثت الحلقه ما لقيت غير الصحافه كلها عم تكتب، من ناحيه حتى الجرائد يعني اكثر من جرايد مجلات ويب سايت كله مفصل يعني مفرغ الحلقه، سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب مثل ما كانت. وفي منهم يعني كتبوا آراءه للإعلامي الكبير جورج إرداحي واللي وجه له تحية واللي هو أصبح صديق ما بعد الحلقة.
هلا حسب ما قالت المحطه انه هو البرنامج لا ما توقف كرمال اقاويل الاعلام جورج ارداحي، انما كرمال كان في بجدول البرامج الربيعيه يعني السبرينغ تايم كان في برنامج ثاني قاتم للسعوديه بتوقيت برنامجي اللي هو بيك تايم عم بينعرض، فحبوا انه يمكن شوي يوقفوه ويرجعوا يمشوا البروجرام. اوكي هلا من من وقتها وبالرايح صرت عم تنتبه شوي حتى ما يجي برامج صحيه يعني. البرامج الصحيه مفيده للصحه برامج الحواريه الاجتماعيه المستفزه شوي كمان مفيده للمشاهد لانه بتخيل بتخليه شوي يكون عنده الميم يعني باللي عم بيصير ويكون عنده آراءه كمان الخاصه. نيكولا بتعتبر انه دورك بزيرو فور ساهم بانك تاخذ الميراكس حتى لو كان الميراكس عن دورك بروبي؟ ايه لانه انا اكيد بتخيل انه الجمهور ما راح يفرق كثير اذا حاب يمثل بمحل معين، خاصه انه زيرو فور نعرض 80 حلقه اربع مواسم على شاشه محضوره كثير عربيا والناس كثير حبت البرسوناج اللي لعبته وشبابي كثير كان وجديد كثير من نوعه، فاكيد الناس تاثرت باداء بزيرو فور وصوتوا لي على هالاساس لانه انا كنت مرشح عن فئه بست سبورتنج اكتر بزيرو فور، انا كنت ليد اكتر سو ما كنت سبورتنج. نعم. بس ربحت سبورتنج بس اكيد في فضل كمان لزيرو فور بهذا اكيد الشيء. يعني بتبني مصداقيتك ونجوميتك والكريديبيليتي عند الناس بكل الادوار بتعمل. اكيد بعده مراحل وبكل الادوار وكان دورك كمان كثير حلو. ميرسي. ديانا الوالد كان بده يزوجك بعمر 18 سنه وانت قاومتي هالشيء، اليوم بعد ما حققتي استقرارك المهني ليه بعدك عم بتقاومي هالشيء؟ اوه سؤال حلو كثير حلو. انا والدي كان بده يزوجني عمر ال 18 لاني كان بدي ادخل وادرس الاعلام مش لانه هو كان حابب. بوقتها اجاني فعلا عريس عايش بتكساس بهيوستن تكساس واجى طلبني هيك وهلو هيك هلو من عند الرانش من عند جورج بوش من المزرعه هونيك يعني ما هي تكساس مزرعه اذا بتفكري فيها يعني ما صار في نصيب يعني هيدي الكلمه اللي بقولوها كثير يعني بفهم انه هيدا الخاتم ماشي وهيدا ماشي لا هدول اخواتي فانتزي مش نصيب لا هولي مش نصيب. طيب هلا كمان مره كان عم بيقول انه لحديت هلا ما صار في نصيب هيدا منا صدفه القعده وهلا انت عم تقولي ما صار في نصيب يمكن هيدا يكون النصيب ما حدا بيعرف وشو بيقول ابو وديع ارضى بالنصيب ترتاح للحبيب ارضى بالنصيب ترتاح للحبيب ليه بتخبي حبك انا مخبيه لا ما تخبيه حلو كثير هو الحب عيب انا ادرك ونصيبك ونصيبك نصيبك والله حيصير انا ادرك ونصيبك ونصيبك حيصيبك عيب وشو بدنا نقول لهم هلا بما انه مشي الحال مبروك عقبال العايزين يا حبايب عقبال العايزين نيكولا اليوم عم بتشارك بتصوير مسلسل لعبة الموت إلى جانب سيرين عبد النور وعابد فهد بعد ما انتهيت من تصوير مسلسل أميليا لطارق سويد واللي بتأدي فيه دور ابن خور الضيعة اللي بيرجع من باريس والضيعة ما بتتقبل فكرة أنه كان عايش مساكنة مع تاتيانا مرعب. انت جوزت هلأ البنت ما بدناش نحكي خلص قبل مع شي سوى نحكي عليها في حرمات يعني شو لك تحيتنا لا تاتيانا ورو مبروك. انت سبق وعشت تجربه المساكنه بحياتك، اليوم بتعيد التجربه مقتنع فيها، محيطك كيف كان تفاعله معها بوقتها؟ اوه هي حلوه. ايه بعيد التجربه اكيد يعني حسب الاشخاص، يعني انا بامن انه كل انسان حر يعيش حياته بالطريقه اللي هو بده اياها طالما منه جاي صوب حدا. نعم. هلا مجتمعي تقبل لانه بيعرفوا انا كيف بفكر وكثير بيشبهني المجتمع اللي انا محوط حالي فيه، يعني كان عائلتي او اهلي او كده الناس اللي قراب مني بيعرفوا انا كيف بفكر متفاهمين يعني لهالموضوع متفاهمين لهالموضوع، يعني انا كثير بامن بحريه الانسان مش غلط يعني المساكنه اصلا وين المشكله؟ انت بدي اسالك يعني سبقتيني انت اليوم مع المساكنه؟ كبيك محامي يعني ممكن يرفع علي دعوه لا ليكي مش غلط يعني اصلا لانه انا بامن انه من كثره ما عم نشوف صرنا طلقات يعني
بالمجتمع اللبناني. لا طلقات ايه بيقولوا لا طلاق مزبوط الطلاق يعني اللي عم بيصير بالمجتمع هلا عم تحكي بالدارج انت ليه عم تقطشها ايه فلا انا ما بقول انه عيب الانسان يكون عايش مع شخص يمكن بيتعرف عليه قبل الزواج احسن ما يكون مثلا بعدين كثير كثير وانا حتى عجبته الفكره مره اكيد حبها ليه عم بيجهز لا فعلا لا اكيد انت عم تحكي جد بس انت شوفي ماريو كيف عم بيشجعك على الموضوع انا كثير مع الفكره انه لازم يعيش مع بنعيش مع بعض قبل فترة تنشوف إذا ماشي الحال ولا لا هلا المجتمع اللبناني ما بيتقبلها أبدا فعلا يعني ما بيتقبلها خاصة للإمرأة يعني الرجل ما علي مشكلة هذا الغلط هذا غلط كم بدي أقول الرجل بالعكس يعتبر عنده رجولة بيعتبر عنده بطولة وإنما هي شو بدي عيش مساكنة لحاله يعني نظرتها لإلها بطريقة دونية يعني إنه عايشة مع رجال بلا زواج نيكولا كم بدك بس بدي أوضح شيء بالآخر عن المساكنة انا مني يعني انا بحس حالي حتى مني بوارد كون مع او ضد هذا الشيء نعم. يعني انا مع انه كل انسان هو ينقي كيف بده يعيش حياته صحيح. فحتى أنا... فكره مع او ضد ما بحب كثير فوت فيها لانه كل حدا حر يقرر شو المع وشو الضد تبعولاته بالحياه يعني عن جد كلمه اساس لانه بالنهايه اهم شيء تكون عمال تحترم المحيط اللي انت فيه صحيح. 3000 بالنهايه ديانا رزق ونيكولا معوض بدنا نتمنى لكم التوفيق بكل شيء نيكولا تقديما وتمثيلا مرسي. ديانا كمان مرسي. بمجال التقديم ان كان بحفلات ضخمه مثل الميراكس ولا اذا كان ببرنامجك اللي مكمل ان الله راد كيتي لنشوف كيتي شو جايبت لكم لتنيناتكم تعشق انت هيدي الموسيقى بتعشق بينك بانتر ما بدكم تعرفوا شو طلعنا ما بتصدقوا لانه بعدنا كنا عم نحكي بالخبريه ايه طيب يلا قروا لنا الكارت اول شيء جانا ونيكولا بدلوا احذيه بعضكم اف طب شو كان خاطر على بالكم لا لخبرك لي لانه نحن وبالميراكس قالوا لي يعني قبل مش هو قبل الميراكس قالوا لي ما تلبسي بليز انت طويله اوريدي كثير ديانا ما تلبسي كعب كثير عالي احسن ما تطلعي اطول من نيكولا قلت لهم انه انا لبسي بس 15 سنتي يعني مش ما انا لما جيت وقفت حده طلعتك قلت له ليك كتفنا انت بعدك بهالقد اطول مني قام قال لي بس انا عم بتطلع فيك طلوع انت طالع هيدا انه خففي شوي فهلا انه على سيره الاحذيه وما الاحذيه فهو قال لي انا ما عندي نفسيه فعلا انا في توم كروز وكيتي هون ونيكول كيدمان طلع ليك توم كروز توم كروز اقصر من نيكول كيدمان فالبسي الكعب اللي بدك اياه وطلعي اطول مني انا اقصر منك انا شو هالنيكولا هلا انت رح تلبسي الكعب اللي بدهم اياه بالكارت مش اللي بدك اياه عن جد يلا نيكولا خلينا نفرجي انوثتك كيف رح تفوت بهالسكرتين الحلوه لا ايه كونفرس حلو كونفرس يلا بس نيكولا المشكله عندي يلا 30 ثانية لازم نكون مستعدين في مرات. ليه بقى على فكرة كثير مش معقول. نيكولا حطها هيك هي حطها مش معقول. واو. عن جد نيكولا مش معقول شو لبقت لها. ما عم تقدر توقف. كثير حلوة. واو. وليه بقى مع الكولا؟ كثير ليه بقى مع الكولا؟ كولا شير طالع. جينا. لا هذا بيجي لفوق جينا مشان بخصوا كثير حلو حاسس حالي اختي لسان بريون